تنجو اكيلس، ولكن بصراحه الدنيا يعني هو كوبري كتير فما حبيناش بقى ايه؟ قلنا خلاص كفايه، لو واحد جاله حلاوه ولا حاجه يقدر يذاكرها من اي كتاب، وانتوا عارفين الاستراتيجي بتاعتي ايه؟ كوست اوفر وتنجو كتير. تنجو اكيلس هو تقريبا نفس البروبوشن نفس السيكونس بتاع التنجو كابلير، لكن امتى والبس امتى؟ كسبت ان هو ايه؟ ويت بيرنج، ولكن بتاعه متاخر شويه حوالي 3 شهور. تبدا 8 اسابيع حتى نعمل ويت بيرنج مباشر، وبعدين كومبليت ويت بيرنج على 3 شهور. ده كتنجو اكيلس بين مفيش ستريتشنج خالص فيه قبل 3 شهور. الويت بيرنج والستريتشنج مع بعض يفضل السنسنج الاول، وبعدين السنسنج الثاني مع الريبير، يكون بعدين على الاقل 8 اسابيع اللي هو 16 اسبوع. ده كتنجو اكيلس. هنبدا ذا موست كومن انجري سبورتس ميديسين اللي هي عباره عن ايه؟ انكل سبين. يعني اكتر اصابه في مجال الطب الرياضي هي الانكل سبين. ذا موست كومن انجري سبورتس ميديسين او سبورتس انجري از انكل سبين. زي ما قلنا اللوبر بين 90% بشر، يعني معظم الناس في سبورتس ميديسين انكل سبين. انكل سبين بما ان احنا بنتكلم في سبرين يبقى بنتكلم في ليجامنتس انجري. لو هنتكلم في ليجامنتس انجري يبقى بنتكلم في التوبيك اوف انستابيليتي. بنتكلم سبرين يبقى ليجامنتس. ليجامنتس يبقى انستابيليتي. انستابيليتي بمشي البروتوكول بتاع الهرم بتاعنا. باسيف اكتف موتور كنترول. الباسيف كومبوننت يبقى القناه بتاع الانكلز اللي هو عباره عن الانكل عباره عن كيرو بلورا جوينت، سبتيرا جوينت، تراس دارسال جوينتس. يبقى الانكل كيرو بلورا اللي هو الهين جوينت اللي هو الانكل نفسه. كيرو بلورا جوينت التيلس والترانس دارسال جوينتس. لازم افهمهم. واعرف كل الليجامنتس اللي بتكونترول. طب الليجامنتس اللي بتكونترول طالما انكل انكل هنج. طالما هنج سبرين. طالما بتكلم عن سبرين يبقى بتكلم عن ليجامنتس انجري. ليجامنتس انجري زي ما خدنا ستريس تريكر كروماتيرو اللي هو ستريس وسترين، الفيسيولوجيكال اللي هو التونج ستيج، بعد كده الاستيك اللي هي الفيسيولوجيكال ستيفنس، بعد كده البلاستيك، بعد كده التير يير بوينت فيجر بوينتس. ده الكلاس على اساسها كل الكلاسيفيكيشنز انكل سبرين. هو الانكل الطبيعي التندو الليجامس بون كارتج كل ده جاي ستريس فروم لودنج، ولكن طالما اللود اكسترنال لود متماشي مع الانترنال فورس فده يساوي الستيفنس بتاع التيشو هيروح ويرجع. ودي ذا فيزيولوجيكال ويند هو دايما بيتعرض للتنشن ويروح ويرجع. ده ودي ذا فيزيولوجيكال ده الطبيعي بتاعه، يبقى ده المعالج بتاعه كويس. لو انت عرضت الليجامنت او ستيم الليجامنت ستيم اللي هنتكلم عليها اكسبرين، لو عرضت الليجامنت بلود يوم اكتر او ستريس اعلى من الستيم تندنز بعض الفايبر هيروح يروح بعضها ما يرجعش. لو معظم رجع وبعض قليل جدا اللي ما رجعش هيبقى سترين جريد 1. لو نص او ربع اكتر من مجموعه كبيره راح مجموعة كبيرة راحت ما رجعتش ومجموعة كبيرة رجعت مجموعة قليلة رجعت يبقى ده جريد 2. وده كله هيبقى وزن زي الاستيك رينج اللي هو الاستيك او البلاستيك. يبقى الاستيك يروح ويرجع ده فيسيولوجي ده الطبيعي مش اي مشكلة خالص. البلاستيك من بعد الجير بوينت لحد الفيلير بوينت هيبقى جريد كام؟ جريد 1 و2 انكل سبرينجز عموما ايا كان الليجابس. ما بعد جريد ما بعد الفيلير بوينتس معظم الفايبر راحت وما رجعتش ده كتير، ده هيبقى مين؟ جريد 3. 2 و3 يبقى معاهم انستابيليتي. 1 يبقى الدنيا بين بس جاست تروما او سترين، يعني جاست انت حملت والامور رجعت فالدنيا ستيبل، يعني التير او الانجري او التروما او القصه اللي حصلت ما وصلتش معاك يبقى انستابيليتي. بنقول ده ليه؟ بنقول ده عشان على هذا الاساس هيكون الكلاسيفيكيشن بتاعك الجريدنج سيستم بتاعك ان انت تاسس انت سترين 1 و2 و3. لو عنده بين وتندر لسه ما عندوش اي سنس اوف انستابيليتي يبقى ده جريد 1 من بعد الميكانيزم اوف انجري. لو عنده مايلد انستابيليتي وبين وتندر نحط رجله في الارض نحط رجله بس بين وكلام من ده يبقى جريد 3 2. لو سيفير بين انابيليتي تو بوت ذا هيل اون ذا جراوند مش قادر يحط رجله في الارض مش قادر يحط رجله فين؟ في الارض. وماكرو انستابيليتي يعني مفيش عدم ثبات يعني رجله بتروح معاه يبقى ده جريد كام؟ يعني مفيش عدم انستابيليتي سنس اوف انستابيليتي موجود مش قادر تعمل يعني تعمل سبيشال تيست اديله درو او السيدو او التيلر او ده كله بوزيتيف.
يبقى انستابيليتي تيست بوزيتيف، سيفير بيه موزس لان ده اتقطع، اتقطع يبقى تزيد، وزيف عنيف، فيوجن عنيف زي الكوبريتير بتاع الاي سي ان، وحس ببوبينج بوبينج سنسيشن. لكن الاسبرين حس بطاقه رجله راحت وحس بطاقه خفيفه، لكن حس بجوب وبعدها فيك موزس عنيف وفيوجن عنيف ومش قادر يحط رجله في الارض غير التلاته. ده بالستريس ترين كيرف ما يانت مين الفيلير بوينت، يعني انت خلاص مش هتروح ترجع، مش فايبر راح، فايبر كلها راحت مش حاجه رجعت. يبقى ده سبرين جريد تلاته، وده ينطبق على اي ليجمنت. قلنا الانكل كلاسيفيكيشن سيستماتكس وكالوينز وصلنا هو مالتي دمر، يعني مفصل او مالتي بلاند جوينتس او مالتي تراي بلاند جوينتس. في انكل نفسه اللي هو التيلرز المورتس، تيلرز مع المورتس تيلر جوينتس، ده هين جوينتس. في السب تيلر جوينتس ده بلاند جوينتس، في ترانس تالسر جوينتس ده بلاند جوينتس، دي كلها جوينتس في الانكل. الانكل هي التيلرز كونفكس والمورتس كونكيف، طالما هينج يبقى طالما هينج يبقى ليه كولاترال ليجمنت. يبقى عندك في الانكل لاترال كولاترال وميديال كولاترال. لما كنا بنبص للانكل كبايو ميكانكس زي ما عندك في الهاند عندك اللاترال مالوس اقوى من الميديال مالوس، فده يخلي الرينج بتاع البلانتر انفيرجن اندكشن اعلى. فيبقى الموست كومن انجري مين؟ اللاترال كولاترال انكل اوف ذا انكل. مش معنى كده مفيش انجري في الميديال كولاترال اللي هو الدلتويد ليجمنت. الموست كومن انجري مين؟ لاترال كولاترال. يبقى لما نتكلم على الانكل ستيرم كده هنتكلم على مين؟ اللاترال كولاترال. وهي دي الصوره تحكي الكلام ده. يبقى دايما نص كومه لاتر كلها الاسباب ان عندك اللاتر اللي الفيبلا اقوى من مين؟ من التيبيا. ففي تيل في تيل التيل ده يظبط يخلي البلانتر ريكشن والانجرشن والادكشن اعنف واكثر من مين؟ من لاتر. اللاتر كلها ليجنس الموجوده في الانكل عباره عن الانتيريور تيل فيبلا، التيلس مع التيبيا والبسيري تيل فيبلا، التيلس مع التيبيا فيبلا، فيبلا وتيلس انتيريور بوستيري، وبعدين فيبلا مع كالكينيوس يبقى كالكينيو فيبلا. يبقى ثلاثه انتيريو تيرو فيبلا وكالكينيو فيبلا وستيرو تيرو فيبلا، وفي اثنين ليجامنتس اللي هم ماسكين السيرموسكوتيك ايدج اللي هو الانتيريو تيرو فيبلا جوينتس اللي هو الانتيريو تيرو فيبلا ليجامنتس وستيرو تيرو فيبلا ليجامنتس فيبلا تيبلا انتيرو بوستيريو. ده برضه بيحصل له انجري مع السيفير انكل سبرين او الهاي انكل سبرين. يبقى الانكل سبرين لاترال واللاترال ليجامنت موست كومن، جيل واحد يبقى انتيريو تيرو فيبلا ليجامنت شد عليه بس. لو اتقطع الانتيري وشد على الكالكينيو فيبلر يبقى جريد 2، لو اتقطع الاثنين قدام وشد على البوستيري والتيرو فيبلر يبقى جريد 3. لو خد بقى الانتيري او السيمسوني انجري وبقى هاي انكل سبرين يبقى كده 4 هاي انكل سبرين، الهاي انكل سبرين غالبا بأوبرت وجريد 3 بعض احيان بأوبرت، بعض احيان بأوبرت. أوبرت بيعمل ريكونستراكشن لمين؟ ريبير تاني لمين؟ ريكونستراكشن لمين؟ بيعمل رباط تاني كانتيري وكالكينيو فيبلر ليجامنت، بس ده لسه مش كومن ايفر. يبقى نرجع تاني، يبقى الانكل سبرين المحاضره معموله عشان مجرد تقرا الداتا هتفهم كل حاجه في الانكل. ادي الفيبلا، ادي التيلس، الفيبلا اقوى من التيلس، ادي التيلس، ادي المورتس تيلو كلور جوينتس، يبقى الانكل تيلو كلور جوينتس، ادي التيلو تيلو فيبلا جوينتس، ترانس تارسال جوينتس تيلو كالكينيو، تيلو كالكينيو، تيلو فيبلا، كالكينيو كيبوي. كيرو نافيكولا وكاتيني كوبايت كيرو بعين نافيكولا كياني فورم اللي هو بعين كياني فورم مع مين؟ واحد واثنين وثلاثة، واحد مع واحد نافيكولا كوبايت مع أربعة وخمسة، واحد مع الفيرست نارسل واثنين مع السكند والسيرف مع السيرف والكوبايت مع الفورس والفيرس ايه؟ تارسل أو تمييز تارسل. ده كله بقى من جنس احنا خلصناه. الاكزامينشن بتاعتنا مع اي انجري قلنا ليسن كلوب تاتش، بنسمع العيال الهيستوري والميكانيزم اوف انجري والميكانيزم اوف انجري. في تريكه كام واحده وعيال، لو انت بتكلم عيال تقول له الانجل سبرين بتاعك او رجلي كذا على الكنف وانا ماشي على الارض، ماشي على الارض ورجلي لفت مني كده بالشكل ماشي ورجلي لفت كده، يبقى ده غالبا اتنين تماسي. لو راحت بلانتر ولفت بلانتر يعني في بلانتر هتبقى واخد الانتيري وواخد الكالكيري. لو انا كده وهي دورس من نيوترال بوزيشن هتاخد الميديال والانتيري، يبقى ده اتنين فيما يزيد. لو هي دورس يعني دورس راح تقريبا الدورس نازل عليه وبعد كده لفت، يبقى عامله تنشن على مين؟ على البوستيري، وخد الاثنين قدامك البوستيري مش رجل ما يجيب مين؟ الاثنين قدامك. يبقى دي لما تروح وهي بلانتر لفت كده يبقى انت متوقع واحد او اثنين نيوترال، اثنين او ثلاثه دورسي
ثلاثة خماسي. يعني واحد بص في ديكشن رجله لفت، يعني رجله نازل على بعض على كعبه، ولفت هو على كعبه، يبقى ده غالبه غالبه بوستيريور تير فيبلك، ومعاه مين؟ ومعاه كده قدامي غالبا هيبقى في سود الانجل كمان، وممكن يبقى معاه باي بولر فاكشر. يعني معاه يبقى باي بولر فاكشر، يعني ايه؟ معاه نيجر ولاتر مالو ستراكشر، نيجر ولاتر مالو ستراكشر، ويبقى كمان معاه بعض احيانا اوستيو كوندرا. بنعرف الكلام ده بالتدريشن بتاعي ليست لوف تاتش عشان الريد فلاج. يعني بسمع العيان هو قال لي رجل لفت بالشكل الفلاني، لما ابص عليه وابص للكومودز والفيوجن والكلام ده زي ما هنشوف دلوقتي في الصور، حسب السيفيريتي بتاعتها وحسب الميكانيزم اوف انجري وكل الجريدنج بتاعتها، حسب الجريد هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، ده بتيجي من الكلينيكال سيمتومز، يعني من اعراض العيان، هتقدر تعرف ان ده انجري سبريل جريد واحد او اثنين او ثلاثه من اكزامينشن اللي احنا عارفينها كلها اللي هي ليسن لوك موف اكتيف فيزيولوجيك، يبقى دي بس الاكسسوار، وبعدين تاتش. التاتش البالبيشن هنحسه عباره عن في بوني بالبيشن وسوفت شو بالبيشن. البوني بالبيشن عباره عن انتيريور اللاترال مانيوس بيز اوف ذا فيبس التالس والميدل مانيوس ومين؟ والانتيريور تيبي فيبلر جوينتس دول الاساس. يبقى التالس كالكينيا ستاحيك من ورا الانتيريور تيبي فيبلر الانتيريور من قدام الانتيريور تيبي فيبلر ده سوفت والسيرو تيبي فيبلر ده تيبي فيبلر. الكابوني بالبيشن بيز اوف ذا فيبس عشان بيز اوف ذا فيبس ده مين؟ فيها الانسيرشن بتاع الايفيرتس ولو هي شدت مع السيفير انفيرشن هتعمل اسنتر كونتراكشن على مين؟ على الايفيرتس تشيل تعمل افالجن فراكشر في بيز اوف ذا فيبس. يبقى لو عيان عنده بيز اوف ذا فيبس فراكشرز افالجن يبقى متوقع صعب ان هو يوصل بيز اوف ذا فيبس بدون يتشد يبقى عضلتين من العضله يشد ويعمل فيها افالجن بدون ما يكون عمل مين؟ سبريه. ده ممكن؟ مستحيل. لازم يكون عنده سبرين هيتعالج من كاسترو في دلوقتي موبلايز، وبعد كده هتبدا معاه بروتوكول مين؟ انتي سبري ده هيبدا دلوقتي. لما يكون عندك عيان عنده كاس بيز اوف ذا هيبس يبقى ده. لما يكون عيان رجله لفت وهي نيوترال بوزيشن نيوترال لا بلانتر ولا دورس او راحت في الدورس وراحت في انفيرجن انجل متوقع ان هي ممكن تكسر مين؟ تكسر الميدل مالوس وتعمل افالجن في مين؟ في اللاترال مالوس. يعني تشيل على اللاترال وتعمل كومبريشن فراكشن في الميديال كومبريشن وتعمل اوستي كوندرال انجري في الدوم بتاع مين؟ التيرس. يبقى التيرس هتخبط في مين؟ في المورتس. يبقى التيرس خبط كده يبقى ممكن يبقى في اوستي كوندرال انجري في مين؟ في الدوم بس ميديال. وممكن يزق في سب كوندرال بون في الحته اللاترال بتاعه في الاكس راي في الحته اللاترال بتاعه التيرس عند من عند اللاترال عند اللاترال مالوس والفيبلا اللي هو الاندو بتاع فيبلا. ده كله حاجات ممكن تبقى البلافوند فراكشرز، يعني البلافوند بتاع كده ينكسر مع الانفيرشن انجن، ممكن الميديال بلاترال يتكسر، ممكن البيز ده بس يتكسر، ممكن يحصل رونيال تندر ديسلوكيشن، ده كله مع الانفيرشن انجن. فلازم تكسكلود ده كله عشان تقول العيان ده انكل سبرين وتبدا تعالجه انكل سبرين. يعني مجرد العيان نجم كليف كبلانتر انفيرشن اندكشن ممكن يكون واحده من دول. فاحنا بنعمل الاكزامينشن بتاعتنا within an acute شكرا within an acute lesions the limit of the examination is to try to determine if the serious injury where may have occurred. مين الحاجات اللي قلت عليها دي كلها؟ fracture based on the hips fracture tibial plafond fracture doom fractures doom satellite fractures by minor fracture medial or lateral malleus دي كلها قصور ممكن تحصل ورنيال تندون سبلكسيشن ده ممكن يحصل. فده كله لازم تكسكلود الاول وبعد كده مفيش اي serious injury مفيش اي الحاجات دي كلها هتتلاقي لما تروح ما تروحش هتتلاقي هيتجبس لما تعمل عمليه وبعد كده لو هو سبرين بس جاست فور ديبوت جزع سبرين ليجامنتس يبقى تايت انستابيلتي وغالبا سبرين ليجامنتس 90% علاج مين؟ علاج طبيعي. بس الفكره نحترم مين؟ القواعد الاساسيه موبيلتي ستابيلتي كنترول موبيلتي سكيلز وفي الحاله دي ده تايت انستابيلتي. يبقى طالما اجيب موبيلتي وعندي قوه تحمل الموبيلتي اللي جبتها. ما اجيبش موبيلتي الا لما يكون عندي عضله تحمل السبيلتي اللي انا جبتها. يعني اجيب لازم الاول اجيب دورس فليكشن وبعد كده اشتغل انفيرجن انفيرجن اجيبه بعد ما اجيبه اظبط الايفيرتس دورس اجيب الدورس فليكشن وبعد اظبط الانفيرجن انفيرجن كرينج اوف موشن واظبط مين؟ مينلي البرونيشن اللي هو الدورس انفيرجن ابداكشن. العيان ده عشان يحصل له انفيرجن انجري بيحصل ايه؟ بلانتر انفيرجن ادكشن. يبقى عشان اتريك يبقى ستيبل وكلوز باك بوزيشن بتبقى انكل از دورس اي فيرجن ادكشن
اللي هو مين؟ برونيشن. يبقى العيان ده لو عنده تايت كاب ده كاستريكشن. العيان ده لو عنده ليميتيشن ارسو كينيماتكس دوس ريفليكشنز اعمل له بوستير موبيلايزر ماتيريالز لان الكونفكشن ذات الكونفكشن اوف كيف. العيان ده لو عنده ليميتيشن في الاي فيرجن والابدكشن او ولاده السب تيلر جوينتس تمروف الاي فيرجن والابدكشن. وصلت؟ بعد كده جبت الموبيليتي هشتغل على مين؟ على الاستابيليتي. الاستابيليتي الشعور المطلوبه في الانكل عباره عن دورس اي فيرجن ابدكشن والدورس ريفليكشن معروفين تيبيالس بوستيرو وتيبيالس بوستيرو مين؟ كورنيا ستيرشن واكستنسور هيرش ستيرشن ريتورن. عندك الاي فيرتوس كورنيا ستيرشن دورس والاي فيرتوس بقيه الاي فيرتوس لانتر مع اي فيرتوس. يبقى لما انا اشتغل معاهم اشتغل معاهم من نيوترال بوزيشن عشان ما يخش مين؟ كايفيرت كبرونيا ستيرشس ولونجس وبريفس من نيوترال تيرشس من دورسي دورسي ايفيرجن ده تيرشس ايفيرجن من نيوترال بوزيشن هجيب اثنين. لو رحت بلانتر هتشغل برونيا ستيرشس وبريفس اكتر من تيرشس وانا مش عايزها بلانتر انا عاوز اروح مين؟ دورسي ايفيرجن ده واحد. النقطه الثانيه هو الانجل بمعزل الانجل بمعزل عن التيبيا لا قلنا الانكل لو برونيت فيك هيبقى انترنال تيبيا انترنال فيمر فالجا منيهب يبقى ابداكتر. لو سوباينيت فيك هيبقى اكسترنال تيبيا اكسترنال فيمر. اكسترنال تعني ويك جلوتس ميديس وميك ويك هيب فليكشن. فلما يكون عين انكل سبرين لازم تعمل من ضمن البروتوكول اوف ذا تريتمنت معظم الانكل سبرين هتبقى سوباينيت فيك. يعني الناس الاكثر عرضه من رجل وكليب هيبقى مين؟ سوباينيت فيك لانه بلندر وده في الدايركشن بتاع الميكانيزم اوف انجن. معظم السوبرينيتي فيت هم العرضه اكثر عرضه لمين؟ لريكارنس انجل سبرين. فلازم تشتغل في القصه دي هتشتغل دور لينك اتش كنترول كلها هتشتغل على الهيب اب ده فليكشن اكستنس فليكشن ابداك اكستنس فليكشن ابداك اكستنس فليكشن ابداك تنزل تحت تشتغل على الدورس ايفيرجن ابداكشن. الدورس ايفيرجن ابداكشن تبقى بروف الكورنيشن يبقى البروف الانترنال روتيشن سيتيفي الانترنال روتيشن سخيمة تبدا تظبط مين السوبرنيشن تحت يبقى تحت من تحت لفوق او من فوق لتحت تظبطه وتنزل فوق لتحت من تحت لفوق. بعد كده بتعمل كور از كور يعني مفيش عيان اي لور ليمب مش تعملوش كور كذا كور از كور اوف رابيتيشن يبقى انت مين فوت لمبر لمبر ستيموليشن كور تريننج في السايت. يبقى مفيش عيان لور ليمب انت مين فوت لمبر ما بنعملوش مين كور تريننج. ده الكونسيبت الاساسي. يبقى هنعمل سكريننج عشان نشوف كل المشاكل لو كده هنحوله امتى اعمل اكس راي هنقول الكلام دلوقتي. اول نقطه بنبص عليها في الاسسمنت اللي هي عباره عن مين؟ الاكثر عرضه للانجل سبيري هتبقى مين؟ دي ولا دي؟ سوبرينت تيت. لما ابص على الرجل من ورا انا شايف البيك تو ولا شايف هنا ولا هنا؟ البيك تو الشمال. يبقى الرجل الاكثر عرضه للانجل سبيري هتبقى مين؟ الشمال. ولو انا النهارده ببص على العيان ده وداخل لي بكشف عليه غير ما يقول لي راجعين هو ايه؟ متوقع مين بقى الانكل سبرين؟ شمال. ليه؟ اولا شايف الكتب الاكليس هنا حجمه ازاي؟ الكتب الاكليس هنا ده معناها دي زي ما كنا بنقول عيون الركب التجوفين الخطير في الركب هم التجوفين مايل انتر هتبقى جوين ديفيوجن والانكل سبرين ده اللي جاي انجن يبقى هيصاحبه مين؟ ليمو ارثرودس وفيوجن انتر هتبقى عشان يبقى يكون بتحمر رجله تزرق رغم ان هو اكسترا ارتكل المفصل جوه اللي جت بره بس الكونتوجن شديد ممكن هيبقى في المفصل من جوه فلازم يعمل انتر ارتكلر ايه؟ فيوجن ازاي الاي سي ال؟ الاي سي ال لازم هيمو ارثرويد لكن هنا نقدر نقول دي ايه؟ فيوجن تقول هيمو ارثرويد انتر ارتكلر انجل امتى؟ لو صاحب الانجل فراكشر دوم ساتيلس او بص كوندر ليجنز يبقى معاها هيمو ارثرويد فيما عدا ذلك بيبقى انتر ارتكلر فيوجن الالم بتاعه والمرار والزرق والخضار بيبقى فين؟ الكوموز بتلاقي رجل حمراء وزرقاء من بره ده في الانكل لان الرباط ايه؟ في الانكل اكسترا ارتكيو رباط الاي سي ال انتر ارتكيو فالمفصل ليه مرسوم بيبقى جوه ليه مرسوم هنا بيبقى بره تحت الجلد وبيظهر بره طالع فوق وتحت بيهرب غير النيل بيبقى جوه المفصل لما تاخد راس بايش تطلع عينه يبقى فيها في الانكل لما تاخد عينه دايما هتطلع ايه؟ فيوجن مش هتطلع ارثرويدس هيمو ارثرويدس هيمو ارثرويدس امتى؟ لو اتسحب العيال من الارتيجو طلعت فيها دم يبقى ده مين؟ فراكشر دوم فراكشر دوم ساتيلس او اوستي كوندرا او تيبا بلافوند او تيبا بلافوند فراكشر وده طالما الاسبيريشن ده جاي ببلاد يبقى ده ريفليكت
كليم انه يعمل اسبيريشن، عمل اسبيريشن طلع فاضي، يبقى انت كده سيريس، مشكله كبيره، نيجي مش مالي. لو بتعرف يعمله بس انا ما انصحش، ده مش تعمل، ده مش شغلنا، ده شغل مين؟ جراح العظم. ده المنظر، طالما هو تحت هنا كده يبقى ده واحد اثنين او ثلاثه، يكون مويس اهو بس ده بره ودينا حمرا وزرق. طب لو بقى المنظر بالشكل ده وزرقها ثلاثه لحد فوق يبقى ده هاي انكل سبرين، ده ثلاثه او اربعه، يعني ثلاثه فيما يزيد ثلاثه انكل سبرين، يعني في الانتيريور والكالكيلو فيبولر وزرقين، وشاد على مين؟ على البوستيريور كيلو فيبولر، وخد بقى الانتيريور او البوستيريور ايه؟ كيلو فيبولر ليجرز بين التيريور وبين الفيبولر، ده هاي انكل سبرين، هاي انكل سبرين. اللي بعده قلنا الفيوجن ادي الركبه ادي الانكل زي ما كنا جايبين الركبه وصورها، فترة بس الجيم وور شايفين هنا الانكل عنده اكيلس الصوت عنده اكيلس، بص انا قاعد منتحي يبقى عيون الانكل راحت، ده بياخد الكلام يخش يبقى ده ايه؟ انكل انتر ارتكولار فيوجن، يبقى ده غير اثنين زي ما هو ما يقلش على اثنين، ما يقلش عليه على اثنين، لو ورم بس صغير وعند الانكل من بره وتقدر نسعى عند الانتيريور فيبولا ليجامنتس يبقى ده واحد، وده غالبا هيحمل على طول ايرد ريكفري ويرجع بسرعه. المنظر ده معناه ان العيال ياخد من ثلاث لاربع اسابيع على ما يبقى، وست اسابيع كمان لحد ما يرجع طبيعي. المنظر الاولاني اللي هو الزرق اللي هو في الصوره على الشمال ده بنتكلم من شهرين لثلاثه، في الثاني من ثلاثه لاربعه فيما يزيد، ده تقريبا ثلاث شهور، من شهرين من 8 ل 12 اسبوع، ده من 12 ل 4 16 اسبوع. على ده يروح واحد طبيعي. مش هقول لك هرجع امتى؟ هجري امتى؟ هعمل امتى؟ يبقى انت عارف المنظر عليه من الاول وهم. اللي بقى قلنا هنعمل بوني وسوب شو بالبيشن. بوني بالبيشن اللي محتاجين نعمل لها بالبيشن هي عباره عن الانتيريور كيلو فيبولا ليجامنتس اللي هو هنا بين الكيبيا وبين التيبيا عشان السيفير انكل سبراي. وده امتى؟ لما الاقي التيموس طالع فوق. وليها سبيشال لسه هنقول عليه دلوقتي. الثانيه الانتيريور تيري فيبولا اللي جابت اهو الكالتيري فيبولا في المكان ده بالبسيرو هنا البيزو تشيبس اللي كسر في سنه ادي الانتيريور تيري فيبولا الانتيريور تيري فيبولا اللي جابت وراه مواد من ورا ليه من الناحيه الثانيه البسيرو هنا الكالتيري فيبولا ده الانتيريور تيري فيبولا من ورا كده البسيرو تيري فيبولا اللي جابت دي بيزو تشيبس. بيزو تشيبس فيها مين؟ الانسيشن اوف ورنيا ستيرش فلونجس، ورنيا فلونجس معديه فين؟ تيرشس وبريفس، تيرشس وبريفس، فلونجس معديه في الدبي تانلز وراحت دي عن مين؟ لا في الموبايل ما كانش بتخلي الدنيا ايه؟ تيجي ديزي عادي. المفروض الكلام ده سهل يا حمود. مين اللي جاب معايا النهارده في حته الايجو؟ السبيشال تيست قلنا الانجل في انتيرو درور ده بالظبط بالنسبه لنا الانتيرو درور الانجل فكره الانتيرو درور ده بانتيرو تيو فيولا ليجامنتس في البوستيرو درور بالبوستيرو تيو فيولا ليجامنتس في اللاترال تيل اللي هو الكولاترال. انا عندي رباط جاي من فوق كده فلما اثبت دي واشيل دي يبقى ده انتيرو درور، لما اثبت التيبيا وازوق التيلس بوستيرو درور واجيب دي وسيلو درو، لما اخد دي كده وارجع يبقى كده بس، يبقى الاسسمنت انتيرو درو لاترال درو بروسبشن. يعني ايه بروسبشن؟ ماسل سينس جوين سينس، بروسبشن يعني ماسل سينس جوين سينس، صح؟ يبقى انا بدني المفصل هو اللي بيتحرك ولا مقفول متن ولا مفرود، او بدني الانكل ده واقول له هات التاني نفس الزاويه جابها يبقى عنده جوين سينس، خدته بلانتر واروح اقول له عند الرو يوقف تاني راح عندها هو مغمض مش شايف يبقى ده بروبسبشن اسسمنت، بروبسبشن نوت بالانس. والكلام ده قلناه في مين؟ ماسل سينس جوين سينس، انا مغمض عيني واحط ايدي الثانيه رفعت ايدي اقول له هاتك حاجتك الثانيه هو مغمض بحط حاجه على عنده عشان ايدي ابدأش احط عليها واقول ايدك قصادك او بوينت واقف عند نفس النقطه وارجع عند نفس النقطه يعني كده انا عايز اوقف عند النقطه دي
غير ما يشوف، او بدي له كوره واخليها نفس الكوره وادي له كنترول عليها، يبدا ده جوينت بوزيشن سنس كبروسبشن بالنسبه للشولدر مش السترينس. ده اهم من ان انا اعمل سترينس اكسرسايز. ماسل سيلز جوينت سنس هو الاهم، هو الموتور كنترول، هو البروسبشن. في الانكل بروسبشن تريننج هو قمه تريتمنت، هو العلاج. لا التالي ولا الاكسرسايز ولا المانوال كلام من ده، رقم واحد بروسبشن تريننج. هنديله دور تيلر تلت ده ادى ده كالتينيا تلت مشيل على مين؟ كالتينيا يبقى مشيل على مين؟ كالتينيا فيبرا، يبقى لو هو فيها سترين مشدود يبقى جريد اثنين مقطوع. مقطوع يعني ايه؟ في انستابيليتي، يعني التلت كالتينيس كالتينيس بتروح معايا. مين اللي ماسك الكالتينيس؟ الكالتينيو فيبرا. الكالتينيو فيبرا لو اتقطع والانتيريو تير يبقى الانتيريو اتقطع، يبقى الاثنين اتقطع وشادد كده على البوستيري، يبقى ده جريد ايه؟ ثلاثه. يبقى ساعتها يجي مرمه ايكوموزس. لو الايكوموز تحت هنا كده بس يبقى ده ثلاثه. لو تحت هنا والدنيا فيجن عالي قوي ومش قادر يحط رجله في الارض وطلع فوق على رجله حد نص الشن، يبقى هاي انكل سبريد. ده اعنف وافظع انواع مين؟ الانكل سبريد. وغالبا محتاج اوبرت، غالبا محتاج ايه؟ اوبرتيف انترفينشن، لان في سيوند سموديك انجن الاثنين لما طلعت بالشكل ده كده قطعت الانتر اوسيس او الفارس بين مين؟ تيب فيبلا والتيبلا، فيبلا والتيبلا، وقطعت الانتيريو والبستيريو، انتيريو والتيبلا فيبلا ليجنز. فبيضطر انه يثبته بمسمار على ما يحصل له هيل 6 8 اسابيع ولون ويز بيز ودورس فليكشنز، وينزل على الهيل لحد لما ايه؟ يهيل، وبعد كده يشيل المسمار وبعدين يبدا علاج. ده الفيجر اوف ايه؟ عشان نشوف الجوينت فيوجن. ذا بوينت تيست المكان ده مين؟ اللي فيه الاكتيفيا ولاترال موجود مين؟ الفيبلا بين الاثنين مين؟ الانتر اوسس ممبرين او سيلس موديك انجن. لو ده فوق الانتيريو والانفيريو، الانتيريو والانفيريو والتيبيو والفيبولار ليجنز. لو في تندرنس وبين في المكان ده يبقى ده مين يا محمود؟ انت جاي تلاقي نفسك ليه؟ بتبص على ايه؟ Some people dream عشان الهاي انكل سبرين او السيندسمونيك انجري او الانفيريور او الهاي او جريد فور انكل سبرين. لو انت الفيبلا الانفيريور او الفيبلا بدات فيها ايه؟ موبيليتي، هاي موبيليتي، هايبر موبيليتي، هو اللي ماسك الفيبلا ما بتبقى مين؟ الانتيريور والسيريور. برضه نفس التست سكويز التست بهذا الشكل برضه بيستريس على مين؟ الانفيريور تيبي فيبولار ليجنز. نفس القصة البوستيريو دلور الكالكيني فيبولا البوستيريو تيلو فيبولا بوستيريو تيلو الفيبولا مع التيل والانتيرو الانتيرو بوستيريو بوستيريو كالكيني التلت كالكيني فيبولا بوينت بروس اربوس بروس ليك تيل بروس ليك تيست. ده كله مين؟ سندسمونيك او هاي انكل سبرين. ده اللي بيشكس او ده الاسسمنت زي ما اتكلمنا في الشولدر، زي ما اتكلمنا في النين، نفس الميكانيزم نفس الفكر نفس الطريقه، مفيش اي مشكله خالص. ممكن تعمل بروفيكيتنج تيست لو انت خبطت على الهيل، ده هتستريس بالتلس على مين؟ على الكالكينيوس، والكالكينيوس تدوس على مين؟ على التلس، والتلس في مين؟ في المورتس. فلو في انترا ارتيبيلر انجري او سكوندرا انجري هتسمع. لو التلس ضغط على الفيبيا او التيبيا ممكن تفتح، وده هيبقى مين؟ انديكيتور لمين؟ سيفير انجري سبير او سيفير انجري، يبقى ده في سيريس انجري. في مشكلة كبيرة انترا ارتيكولار او انفينيو تيبيو فيبولار جوست. سكويزنج تيست وتخليه يعمل بانتر دورس فليكشن. لو انت عملت سكويز وعمل دورس فليكشن والقلم راح يبقى القصة هي. ممكن تعملها بالشكل ده كده؟ لا، لسه فيها طريقة بالتالي. تيجي دلوقتي. سبيشال تيست انتيكو دلور تيست. تيست ليجامنتس انستابيلتي، مين اللي تيست مين؟ والانتيرو انكل يبقى ده مين؟ المفروض يبقى ده مين؟ لو هو الانتيرو مقطوع سبرين يبقى جريد واحد، مقطوع في مايكرو انستابيلتي اثنين، اتاكد مين؟ بالكالكينيا تلت. الكالكينيا تلت راحت فيها انستابيلتي يبقى ثلاثه، فيها بين بس وما راحتش في ثبات، ست ثبات موجود يبقى اثنين. كده فهمنا احنا بنعمل ايه؟ عرفنا عن ديفرنشال دايجنوز بين واحد واثنين ثلاثه واربعه.
اكسبيرينس ازاي؟ اقول تاني ولا فاهم انت؟ سكويز تيست انت بتعمل دوز ريفليكشن، عمال دوز ريفليكشن فيه بايه؟ عند البوينت اللي قلنا بوينت تيست. لما تعمل سكويز وعمل دوز ريفليكشن البين راح، يبقى المشكله فين؟ زي ما كنا بنعمل اكتف ستيت للجيزنج مع الهيب ساب فيلير، لما ربطناه وعملنا والقلم راح، يبقى المشكله مين؟ مين استبيت على مستوى مين؟ الساب فيلير يا جماعه. لما كنا بنعمل ريلوكيشن تيست مع الشولدر وحطينا دي ورجعناها ورا وثبتناها وعملنا والقلم راح، يبقى ده مش ريلوكيشن، يبقى دي فانكشن استبيتي للشولدر. دي واحدة. لما كان العين ده بالاكستنشن باك، هاي بالاكستنشن دي اكستنشن سن ستابيليتي ديسك، وثبتنا والقلم راح، لما حطينا ايدينا القلم موجود، يبقى ده ايه؟ فانكشن ستابيليتي. يبقى ده ايه؟ راح القلم، يبقى ده فانكشن ستابيليتي كبير في الفيدر جوينتس. وصلت يا جماعه ان مبادئ واحده انها على الانكل، انها على الشولدر، انها على السباين، انها على كله موجود، كلها واحد. مفيش حاجه حلوه. انت بتدور وات از ذا باثولوجي اند وير از ذا باثولوجي. وبعدين وات هاو وين وات تو ابلاي وير تو ابلاي وين هاو اند وير. عندك الاجابات بس ما عندكش اجابه، اقعد مكانك. النقطة اللي بعدها ممكن تصير اسئلة اللي بتحصل، لو انا عندي تكوين الصور بتاعت تيتو اكيريس تندينوز تندينايتس وبرسايتس وتبتدي برسايتس، هنعمل سكويزنج تيست، ده سبيشال تيست ده نعمله عشان نشوف لو عملنا سكويز وحصل بلانتر فليكشن انكل، يبقى ده انتاج تيتو اكيريس. عملنا لو تيتو اكيريس مع الجراح في دورسي زي ما هو، يبقى ده مين؟ تكير كومبليت تيرين تيندو اكيريس ابشر تيندو اكيريس. هتعمل كتير قوي وهناكد عليها تاني. والنقطة اللي بعدها، لما انا اروح دورس بروح فليكشن دي لازم فليكشن دي بصاحبها مين؟ فليكشن دي بصاحبها مين؟ اوتوماتيك دورس. طب اروح فليكشن راحت بلانتر، المفروض راحت بلانتر، يبقى ده مين؟ راح المفروض انا رايح كده تروح دورس فليكشن، وانا رايح كده راح دورس لقيتها سامعية، يبقى ده كتير جدا. حاضر. انا النهارده لما انا اروح بالشكل ده كده، المفروض رجلي تروح فين؟ البلانتر؟ لا البلانتر لو هي وقعت مفيش حاجه بتكنترول، يبقى تيكو بتكبريت دلوقتي. يعني انا المفروض اروح فليكشن دي، فليكشن دي المفروض الانكل دورس فليكشن بلانتر فليكشن دورس فليكشن، لو لقيتها وقعت بلانتر تروح بلانتر بلانتر. تبدا كيس بيعمل ايه؟ بلانتر فليكشن. بلانتر فليكشن. انا فليكشن رايحه بلانتر، لقيتها وقعت راحت دورسي. بدات وصلت ولا لسه؟ انا لما اروح كده بجني رجلي المفروض اللي راحت فين كده؟ لقيتها واقعه. قلنا من ضمن الاسسمنت بتاع الانكل سبرين تبريد زي ما كنا بنتكلم في الشولدر الجيرد سندروم، من ضمن الاسباب الانفصال الامبيرجمنت سندروم الليميتيشن دورس فليكشنز، من ضمن الاسباب اللي تعمل ريكورنس انكل سبرين. بقيس الدورس اوبن كاينيتيك الانج بتحصل اوبن كاينيتيك ولا كلوز كاينيتيك؟ دايما كلوز كاينيتيك. فبقيس الاول كده وبعدين اوقف العيان كلوز كاينيتيك واعمل لايف اكسرسايز بالجيومتر زي ما الراجل واقف كده واقيس، او مش متاح عندي جيومتر واقيس بوقف العيان كعب رجله على الارض رجله كده كعب رجله على الارض واقيس المسافه بين رجله والحيط تاني اهو اهو رجله في الحيطه كده واقيس ومحل المسافه بين رجله وبين الحيط. لو انا جيت اروح رجله وصلت الحيط وكعب رجله طلع على الارض يبقى ده تايب مين؟ في ليميتيشن في الدرس. ما هو ده لا رفعها طول ما هو بيروح ورجله بتروح يبقى عنده مين؟ رجله بيروح في الدرس فليكشن. لقيت الانكل بيطلع او رجله موض... عشان توصل الحيطه رجله طلعت، يبقى ده مين؟ ليميتيشن دورس فليكشن انكل. وده هيقيسها بالطريقه دي. يبقى لما تعمل عين سكوان او لاينز تقيس الرينج ولقيته ليميت الدورس فليكشن مورتس اللي بتتحرك على التيلز، يبقى ده عين هاي ديش بيقولوا مين؟ انكل. يبقى البروجنوز او التحسن بتاعك اللي انت مرور في الدورس فليكشنز من ستاندنج او كلوز كاينيتيك جزء اساسي من العلاج. ده يتعمل ازاي؟ تعالى وقف عادي عادي يبقى قدام
فاهم قصدي ازاي؟ انت بتزق التراس بالسين وهو بينزل بالتيبيا قدام، او بيطلع على السرير وبيلت وتثبت وتشد التيبيا انتير وتزق التراس بالسين. هنعملها دلوقتي على السرير ده عشان تمبروك دايما ضمن بلاك ده اللي جت تكنيكس تمبروك مين؟ الانكل دورس فليكشن، يعني الانكل دورس كروس باك بوزيشن زي ما كنا بنقول نقول نيز زيرو اكستنشن. الدورس فليكشن في الانكل اساسي في الفانكشن، لان دورس فليكشن كوبري دورس مطلوبه عشان تعمل دورس فليكشن تكلير الفوت باك جراوند فتاثر الرجل. النقطه الثانيه وانا بنزل هير سترايك لو الانكل ما فيش دورس فليكشن، دورس فليكشن ساعه ايه؟ تعني دورس انفيرجن ادكشن برونيشن. البرونيشن يعتبر مين؟ سوفت فيت، القدم بتاعتك سوفت فتحصل تعمل جراوند رياكشن فورس. الدورس انفيرجن ادكشن تعني ايه؟ برونيشن. البرونيشن مع مين؟ انترنال تيبيا انترنال فيمر، اللوكال ميكانيزم بتاع النيه اكسترنال تيبيا انترنال فيمر، يبقى الركبه مش هتقفل، يبقى ساعتها النيه مش هتنزل كومبليت اكستنشن، النيه هتنزل بخمس درجات فريكشن تعمل شوك ابزوربر. يبقى الانكل بقت شوك ابزوربر لانها سوفت، البرونيشن سوفت، والدورس والانكل لما بقى الدورس فريكشن رينج لفت التيبيا عملت النيه خمس درجات فريكشن، بقت النيه سكند شوك ابزوربر. خلي الموشن ايه؟ سموث، فما يحصلش العيال ما يحصلش التلتنج اللي بيلبس قدام وورا والبوس الثاني ما بتهزش وهو ماشي، احنا ماشيين ثابتين. بص بقى لو واحد او واحده لابسه كعب عالي تعني ايه؟ كعب عالي يعني الانكل رايح في بلانتر فليكشن. لما تيجي تمشي الانكل الفوت بتاعتها بلانتر ولا دورسي؟ بلانتر. يبقى شوك ابزوربشن هتلاقي اسمها كله كده عمال تمشي حته وكله متهز. ليه بتتهز؟ لان مص الصدمات بتاعت المساعدين بتوعها اللي هي الفوت والنيه هي لغتها. ما هي ماشيه كده. بص انا ماشيه ازاي؟ بس مع فرقه، لا هي ماشيه بالشكل ده كده. ليه؟ انت الفيرست سوك ابزوربر اللي هو الانكل كورنيتد فيه دورس فليكشن بقت صفر، الدورس عمل انترنال تيبيا انترنال فيمر خلى الركبه ما بقتش يبقى. بعد ركبه شوك ابزورب الهامسترنج والكف والهامسترنج والكوادريسبس. يبقى انت كده ماشي على صوف ماشي على سكن مفيش بقى ايه اب داون. يبقى جزء اساسي من علاج اي عين انكل كومبليت دورس فليكشن عشان نظبط الايه. جزء اساسي من علاج اي عين نيه ان يبقى عندك كومبليت كنترول دورس فليكشن عشان تاثر الرجل. لو الانكل النهارده بروش عنده الانسان دورس فليكشن محتاج يعمل ايه؟ فليكشن هيب، فليكشن نيه عالي جدا. فليكشن هيب، فليكشن دي تعني ايه؟ ريزنج في السي او جي بتاعك اعلى، يبقى عندك بوتنشال انرجي اعلى. تيجي محتاج عشان الكنترول تنزلها محتاج كينيتيك انرجي كنترول اعلى فتستاج انرجي كونسومشن اعلى. وده اللي بنشوفه لما يكون عيان عنده مين؟ دورس فليكشن انت بتلاقيه يمشي هتبص ليميتيشن في الدورس فليكشن اللي هو الهاي ستي مش جاي ما عندوش كنترول دورس تنزل رجل ويجيب الهيب من فين؟ فليكشن عالي قوي بهيب بيمشي كده لو هي بتقع. طب لو هو عنده ليميتيشن اصلا هيعمل فليكشن نيه، فليكشن نيه عالي. بص ده الخطوه كده ما هو مش انجل هتبص ده باين امتى؟ في العيانين اللي لابسين اطراف صناعيه ومش عامل سي ليج، يعني مش عامل الليج بشكل روكر. المفروض الليج هتلاقوها في الاورثوزيس بتاعه الفوت نفسها بتبقى على شكل سوست عشان تبقى روكر تطول وتقصر تبقى سي كده اسمها سي ليج. في الامبيتيشن المفروض تاخدها في البروسيسس لان الانكل نص دايره تنزل رجل عليه بحيث ينزل كالتينيوس وبعدين تيلس وبعدين فور فود. انت بتشتغل على نص دايره المفروض الانكل في البروسيسس تبقى نص دايره عشان تزود نقطه ارض تقوم الرجل ما تطول وتقصر ما تبقى انت بتمشي نزلت على كعبك وبعدين تيلس وبعدين رفعت فده يخليك بتمشي على نص دايره. النص دايره دي تخليك انرجي كونسومشن اقل كجيت. لكن لو الانكل مقفول تمشي بيه هبص تلاقي نفسك بقيت تبني جامد وتحط الفليكشن هيب، الفليكشن دي عالية عشان الرجل ايه؟ ما بتروحش لفوق لانها ما تقصر تاثر ما بتاثرش الليج معاك. كليميتيشن دورس فليكشن. دورس فليكشن لو ليميتد هتبص تلاقي الرجل وهي لازقة محتاجة كنترول عالي قوي من كوالي سيبس مش هتنزل بسلو وبتبقى كنترول لا هيبقى لازم نركز قوي عشان ناخد الخطوه كده ورجلي محفوظه لانه
الروتيشن والسيناريو اللي هو ماشي انترنال اكسترنال ده مش هيبقى موجود. ده جيت. نيجي بقى انكل. يبقى الدورس فليكشن اسسمنت بلانت دورس فليكشن نعملها اوبن كينيتيك وبعد نعملها ميد كروس كينيتيك. كروس كينيتيك العيان ممكن يقف على بريلو على السي وتثبت وتشد البيلت وسطك وترجع. تيبيا بتشدها وترجع لورا. ده مونيجان موبيلايزيشن لمين؟ التيريكلورا جويس عشان الانكل سبرين. النقطه اللي بعدها عاوز تمبروف مين؟ الانفيرجن والابدكشن. موبيلايز مين؟ الساب تيلر لك. اللاترال كولاترال ليجنس عندنا بالنسبه لنا بارشال تير انكمبليت تير كومبليت تير. جريد واحد بارشال تير انكمبليت تير ثلاثه كومبليت تير. ده الاسبرين قلناها انكيليون بس الكيليون جمله مش حاجه. ده جريد واحد. ده اتقطع وده اتشد يا امل اصفر. جريد اثنين الاثنين اتقطع واتشد على اللي ورا الكالكينيو يبقى ده جري ايه؟ ثلاثة. طلعت بقى فاند سموديك انجري هاي انكس. هتتكلم كلها كلينيكال ساين هتلاقي مايت سيمتومز العيال بيقدر يمشي عادي شوية بين وكان مردوش قليلين جدا على الفيبولار ليجامنتس ويقدر يمشي ويحط في الارض. شوية ايسنج وشوية اكسرسايز والامور بترجع طبيعتها بروتكشن بس. ممكن ينزل بقى على طول. زي ما قلنا بيحتاج من ثلاثة لأربع أسابيع أو ستة أسابيع ماكسيموم وبعدين يرجع لشغله. كده أربعة ثلاثة تكلم من 8 من شهرين لكام لثلاث شهور. ويدخل 4 بقى فيما يزيد تكلم في 4 شهور فيما يزيد 3 4 شهور. 3 4 شهور اصعب من الكسر. اصعب من الكسر. الليجمنت بس الانكل واحد ادي الانتيل تيل فيبلا تيل وفيبلا والسيرو تيل فيبلا انتيل تيل وفيبلا ده تيل وفيبلا تيل وفيبلا والسيرو تيل فيبلا انتيل تيل تيل صحيح فيبلا وسير تيل وفيبلا كالكيني فيبلا يبقى كالكيني في كالكيني سايب في فيبلا فيبلا تيلس فيبلا تيلس تيبيا فيبلا تيبيا فيبلا. حافظين اماكنهم البوني لاند مارك بنعمل لها بوني بالبيش التيلس كالكينيس ماشي اللور ان فيبلا البيزو ده فيبس كيبويد ده بيزو ده فيبس. ليه البيزو ده فيبس؟ ده الانسيرشن بتاع لونجاس ستيرشس لونجاس لونجاس كان بيلد ذا فيرست هناك الناحيه الثانيه وفي بطل ثاني لهم الاثنين جايين لاترال مالوس. قلنا من ضمن السيريس انجن اللي ممكن تواجهني كورنياس تندون سبلكسيشن انتراكشنز لاترال مالوس بيلد ذا فيرست توم اوف ذا تيلس تيبر بلافون ميديال مالوس او باي مالور فراكشرز دي كلها فراكشرز يا سيريس بس يكون ده الانجن في الدوم اوف ذا تيلس فراكشر دوم اوف ذا تيلس كالكينيال كيبروست فراكشرز برضه موجود في البلانت فريكشن او الانفيرشن انجن دول لازم تاخد بالنا منه. ده الاولاني اللي هو ايه؟ شد على بطنه ما تقطعش ده يعتبر بريد ايه؟ واحد. ده اثنين قطع ده وشد على ده. اتفقنا؟ قطع الاثنين بقى بص قطع ده خالص الالكيني وشد على مين؟ على الكالكيني فيبرو. وده جريد مين؟ الاثنين. طب قطع الاثنين وشد على اللي ورا ثلاثة. شد على اللي ورا قطع الاثنين وعمل كمان مشكلة في السيمسكوتيك انجري. ده الشكل بتاع مين؟ الهاي انكل سبرين. لو الكوميوز ده مش موجود وجاست ليه الحتة دي كده جريد مين؟ ثلاثة. يعني لو في ده بالشكل ده كده مفيش ده يبقى ده جريد مين؟ هنجيب لك كلهم واحد. جريد واحد. جريد اوف انجري انفيرشن اند بلانتر فيكشن. لو في بلانتر مع انفيرشن يبقى متوقع مين؟ الاولين اللي اتشد وده جريد واحد. ايه؟ اكيد دي هيبقى ده نص كومن سبرين. يبقى ده هيبقى النص هيبقى مين؟ انتيريو دروبر وبتقدر تسعى على مكانه في الانسيرشن بتاعه. ومايل ديسكومفورت والعيان ده تقريبا وزن ايام من اسبوع بيديله 10 كيلو بتوع يكون في الملعب. السويلنج بتاع الانكل ده انت لو هتفتكر فيه مش ممكن نصور دي قبل كده.
جيت واحد يبقى عنده مايل بين الليجامنت اللي هيتاثر هيديله في بدل الليجامنت في احتمال يكون عنده شويه فاست ريكفري فول ويت بين مفيش مشكله نو جوينت لكس لان ما عندكش كتير انت عندك شاد بس على الانتيريور لو اتقطع الانتيريور هيبقى في انستابيليتي لو في انستابيليتي يبقى دخلنا في الريت 2 يبقى انكمبليت لان الاولاني الكتير الاول الكتير الاولاني الانتيريور والليجامنت الثاني انكمبليت فهتبقى في مايكرو انستابيليتي مش ماكرو مايكرو مش ماكرو غير اثنين هيبقى عندك زي وزي الاولاني بلس هيبقى عندك مين؟ تلكيني فيبولر معايا والتلكيني فيبولر هيبقى ايه؟ سبرين مش مقطوع مشدود في الحاله دي معظم الحالات بنحتاج معاها مين؟ اكس راي بس مش بنجدد بادفايس بنكمل نعمل اكس راي عشان نشوف اي فراكشنز او فيزيال بوست ليه؟ الساينوس سنتر بتاعكم هيحس ببوب لان في واحد اتقطع اللي هو الانتير دي فيبولا ليبس لوكالايز سيفير دي انتير ولاتر موز ده هو الليبر اكتر من الليبر تقريبا في سويلنج يعني سويلنج بسرعه لاكس ان ذا جوينت اللاكس هتبقى فين؟ في الانتيرو دور لكن التيل بين بس ما عادش مين انستابيليتي لو التيلر بقى معاه انستابيليتي وبين مع البوستيريو يبقى دجل التلاته كل السبيشال تيست بوزيتيف يبقى اربعه وهي انستابيليتي ده المنظر بتاعه تركيب الفيبرا فين بيبقى انستابيليتي فين انستابيليتي مشدود بس مش مقطوع عشان كده قلنا الحته بتاعت مين؟ بتاعت الستريس تريم الاول قلنا يروح ويرجع ده فيسيولوجيكال راح ده الاند هيب بتاعي ورجع معظم الفايبر مش هيبقى فيه انستابيليتي ده جريد واحد بعض راح والبعض ما رجعش ده جريد اثنين يبقى فيه مايكرو انستابيليتي راح خالص تروح تلاقي تروح معاك كومبليت تير ده جريد تالت اللي هو الفيلير بوينتس ده جريد تالت رابط شوت اوف انتيريو سيبولا ليف جريد فيبولار وبوستيريو تيرو فيبولار ليجامنتس هيبقى سبرين وهو ميبي يكون مقطع ميبي مش دايما الاكس راي من ده كمين مخير يعني لازم الاكس راي الاكس راي في الحاله دي هتبقى مش بالمنظر ده من ده كمين مانداتري يعني زاهر مش مخير فرض العيان ده هو في الاكس راي لما نعمل الاكس راي هنلاقي ايه؟ شايفين ده؟ شوفوا بتاعت الاسره اهو شايفينه يا محمد؟ شايفه؟ الفراكشر دوم ذا فيه تيلس عشان كده قلنا مانداتري بتعمل عمليه تقسم اسموتيك انجل عشان تثبت الانجل على ما يحصل هيلنج لمين؟ للانتيريو انتيريو اند بوستيريو تيبيو تي فيبولار ليجامنت اللي هو السندسموتيك انجل تقعد على ست اسابيع امبلايز وبعدين تشيل المسمارين دول وبعدين تبدا تشتغل وميد يكون معاك كاس مين؟ الميديال واللاتر بالانس الام ار اي لو اتعمل توقع تشوف انجل سبرينج ايه؟ مش هتكلم على السبيرز والليجامنتس لانهم يعني عاوزه محاضره ساعه ونص على الاقل زي بس ركز في الحته دي شايف دي؟ ده الاوستيكوندرال انجل اللي هي بتبقى شايف دي؟ ده الفيبولا رجل لفت بالشكل ده هتلاقي معظم عين انكل سبريس في الانكل بيقول لك الالم جوه دكتور الالم مش بره وده كرونيك السبب بعد شهرين او ثلاثه السبب بتبقى دي اللي هي الاوستيكوندرال انجل في مين؟ تيس حد نعم لا دي حاجه ثانيه ده اوستيكوندرال انجل في مين؟ الدوم اوف ذا تيس المنظر ده كرونيك او اوستيكوندرال انجل ده اوستي كوندر ايه؟ زي الاوستي كوندر ايه اللي كانت موجوده في عين الاس ال لما تشوفها تبقى عارف ان هو مين؟ كومبليت تير اس ال. دي بلاش مقصوص. ما هي مقصوص. الله ينور ما هي دي ما هي مقصوص. هي وصوص من كده. ده شكل الالسر. كانش مفروض ابيض. ده التقرح الاول. المنظار. الحته اللي كنا بنقول عليها سكويزنج يا دكتور اهي. عمل سبيشال تيست بتاعته والاستابيليتي ومسبب بالشكل ده يبقى سنسوتيك انجل طالما عمل سكويز وعمل بالشكل ده يبقى سنسوتيك انجل يعني ممكن تعمل ريجيت تيب بالطريقه دي ويبدا يستنس الدورس والبلانتر فيكشن وتبدا ممكن ينزل ملعب كمان ده لو فانكشنال
inferior tibio fibular ligament instability function. دي هتلاقيها دايما في لاعبات الباليه. لاعبات مين؟ الباليه. خلاص
فيلد اسسمنت انت على فرض ان انا بقول في اسمه انجري بين كين في بورفيلي سين انجري بفور كان في اصابه قبل كده وريكرنس ولا اول مره يحصل له انجري سبرين قدر يكمل اكتيفيتي ويحمل ايده في الارض ولا ما قدرش؟ ما قدرش يحط ايده في الارض يبقى ده كان ثلاثه حمل وقلم وبزوك وطلع على عصايتين قدر يمشي عادي مع حاسس بالم بيت واحد حط ايده ومشي بيت واحد يحمل بس شويه الم اثنين ما قدرش يحطها في الارض انتير تيبي انتير انتير تيبي فيبلر ليجامنتس انتير تيبي فيبلر ليجامنتس كالكيمي فيبلا بدل اللي انا عاملها بالبيشن وين از ذا بين؟ الالم فين؟ لان مكان الالم والميكانيزم في انجل وقدر يحط انجل والاكتيفيتي ولا ما قدرش هي تحدد السيفيريتي. الفيوجن العضله بتضم الضم والسيركل نفسها يبقى بين الفيوجن ايه اللي
لو قال له يبقى في نورمال ارسو كينيماتيك زي جوني مصر يبدا يتحرك اقدر اعمل باشر ويك بيرنج الويك بيرنج اقدر ومفيش الم وما ورمتش اقدر مفيش الم ما ورمتش يبقى انا ايه ده الكاردينال ساين يعني يقول لك قادر مش موجوع ومفيش ورم يبقى انت كده ايه ويزن ذا فيسيولوجيكال بروسيس يبقى انت كده صح عمل والعين رجله واجع قدر وما توجعش وما ورمتش يبقى انت ايه صح طب قدر مش قادر حاطط له في الارض مش قادر ووجع وورمت يبقى انت بتحمل بزياده او لسه حملت قبل الميعاد انا احنا عارفينها بالوقت وعارفينها بالساعه بس انا بديك حاجه من الاخر عشان تبقى تجايد نفسك لقيت العيال مش قادر وعنده وجع وورمت بعد ما عملت يبقى انت حملت بدري توقيت بدري او حملت بزياده خطوه للخلف الهدف من ده ترجع نورمال رينج نورمال ويت بيرنج نورمال جيت بدري نورمال رينج نورمال ويت بيرنج نورمال جيت بدري بعد لما تخلص الكلام ده يبقى انت خلصت الموبيليتي كويس تبدا تعمل بقى كنترول تعمل ستابيليتي يبقى الموبيليتي جت صح اللي هو الرينج الفيوجن راح والبين راح والمصر قعدت تتحرك الحركه الميكانيكيه السليمه بتاعتك تبدا تقوي المصر اللي قراهم اللي هو المصل كونديشن مين بقى بالنسبه لنا دورس ايفيرجن ابداكشن اكستنشن هيب فليكشن هيب ابداكشن اكستنشن فليكشن ابداكشن تحت مين دورس ايفيرجن ابداكشن اتفقنا ايفيرجنز دورس ايفيرجنز كورنيا ستيرشن نيوترال بوزيشن ايفيرتا شغل ايفيرتا كلها لو رحت مين كورنيا ستيرش لونجاس وبريفز عشان تجيبهم التلاتة حطها نيوترا ويعمل مين ايفيرجن لو روح الدش وعملت ايفيرجن تبقى مشغل الترشس بس يبقى عشان تظبط الايفيرت بتظبطها من نيوترا بوزيشن تبقى مشغل مين بلانتر والدورس والبرونيس ترشس وبريفس لونج لونج لونجس وبريف لونجس وبريفس وترشس التلاتة الترشس دورس واللونجس وبريفس بلانتر يبقى نيوترا شغلت التلاتة كايفيرجن دورسي انت خد مين لو عملت بلانتر فليكشن سترينسنج مشغل اللونجر لونجر لونجر سوبريفس ومشغل بلانتر فليكس بس بلانتر فليكس تبيالس انتين دي مين بلانتر فليكس انفيرتس من ضمن مين سوباينيتس نعم تبيالس ستيب خلصنا الاستابيليتي نعمل كنترول موبيل كنترولينج تبدا مين؟ كلوز كينيتيك شين زي الموبيليشن مع كلوز كينيتيك شين تبدا سنجل ليب سبورت يقف على البالانس بورد انتو بوسين لان انا هيميل انجل الاول انتو بوسين جابها كويس ميديو لاتر ليه الميديو لاتر انتو بوسين الاول؟ لان الدورس والايفيرتور الدورس فليكتور اقوى الايفيرتور عضله تروح بلانتر وعضله ايفيرتور فالدنيا مش مظبوطه قوي فما اعملش ايه ميديو لاترال اللي هي بتروح في انفيرجن ايفيرجن الا لما اكون ضمنت مين؟ انتي بوستير كويس يبقى الكنترول انتي بوستير ستاند الاول جابها كويس اوبن ايز وعيني لاتر كلوز ايز وين لاتر كلوز ايز والبلس بيقدر الكنترول رايح جاي اعمل ميديو لاترال باي لاترال اوبن ايز جابها كويس باي لاترال كلوز ايز جابها كويس يوني لاترال اوبن ايز جابها كويس يوني لاترال ميديو لاترال اوبن ايز كلوز ايز طب الدنيا احسن قلنا من سترينس الهيب اب ده وفليكسوس اكستنس قلنا بروبريسيشن سنس اوف بوزيشن سنس اوف موفمنت سنس اوف مو سنس اوف بوزيشن سنس اوف موفمنت قلنا البروبريسيبتيف هم يا اما تنشن يا كومبريشن يا فايبريشن طب انا اعمل ايه العب في الجوينت رياكشن فورس الكومبريسيف ريسبتور بان انا اوقفه وانا بعمل التريننج للساوند ابدكتورز هيب على مين؟ على السفنج. لو واقف على السفنج ده جراوند الاكشن فورس اللي يحصل؟ قل. يبقى هو واقف وبيعمل كنترول فاقدر اعمل سترينسنج السيرا باند اللي كنا بنعملها في الجيم عشان الهيب هو واقف على مين؟ على السفنج. ده لو ما عندكش اللي هو الهاف بول او الكومبلين او الكلام من ده وقفه على السفنج. السفنج. عشان احسن كومبريشن ريسبتورز اللي هم مشغلين بالكومبريسر اللي هو الجوينت سنسور ماسل سيرفر لا شيب شيب يبقى انت اكس ريسبتور لو حاجه ايه سوفت جراوند اكشن فورس وقف على الترومبين سوست
مصر جوينت. مصر جوينت. مصر جوينت. مصر جوينت. مصر جوينت. ادي هاف بول هيد بتاعتي اول البولس اللي هي عاديه. بعد كده بتعمل ميديو لاترال، بعد كده بتعمل نص كور اللي هي بتبقى مالتي دايركشن. دي اخر حاجه. بتعملها بنفس السيكونس اوبن ايز. كلوز ايز باي لاترال. وبعد كده كلوز اي اوبن ايز من لاترال. وبعد كده كلوز ايز من لاترال. كده ممكن نقول اهو واقف على سوسن فجراوند اكشن فورس قليل، واقف عليك واحده وترمي له كوره. ده تريننج لازم يتعمل. هو بيغير الدايركشن بتاعه، انت مالي جراوند اكشن فورس يبدا عنده يبصيله لهي. خلص الاداء جاب دورس ده كده كده راح فين؟ بلاندر كليكشن رجع ورا جاب دورس ودورس بلاندر. فسينرجيست جو كونتراكشن راح دي رجع. عشان كده بيبدا بمين؟ بالانتر وبيسيرو عشان يشتغل على التريكلور. بعد كده يبدا يقوي ايه؟ الدورس فليكشن ايفيرتورز من نيوترال بوزيشن. بعد كده الايفيرتور من دورس ايه؟ فليكشن. الحته بتاعت الفلكسبيليتي بتاعت الهامس والسوليس كلنا عارفينها. السوليس مع الدونيشن، الكاست الدونيس مع مين؟ مع السومانيشن. يبقى لما يكون عين برونيات كتير سوليس. ومن ضمن التريتمنت اوف ذا انكل سبراين في عيان برونيتيك فيت لا ترينسنج كواليسيس. ايه رايك يا جماعه؟ مش جراوند اكشن فورس التبيال لما يكون برونيشن بيبقى اوفر اكتيفيشن اوف ذا تبيال اوفر كابس سوليس عشان يتعود الويكنس بتاع التبيال البوستيري تبقى هي اكستنسر اوف ذا نيل. تعمل هاي اكستنشن ذا نيل فتخلي الكونس مش شغال. فمن جزء التريتمنت بتاعك مع العيال اللي زي كده بيبقى عنده ويك سنين كويس. ايوه كاف ستريتش كده كاف كلها كده سوليس. فالواقف على الهاي ونزل كده بقيت ايه؟ سوليس. كعبك مفروض كله رجلك مفروده زي ما احنا بنعملها فليكشن دي فليكشن هيب سوليه مفروده للاخر جاسترو كنيميا مفروده سوباينيشن متنيه برونيشن يا شماتك ميم كيو. ده الانتيريو جلايد ده الاستيريو جلايد كرونيك ادابتيف شورت اوف ذا سوليس مصر كان بي كوز باي اكسس كرونيك اويك وستيل بيرد وستيل فور مين. وصلت؟ لما كان عندنا انجل سبيرن وعنده برونيشن هتستريتش السوليس وتعمل سترينس من كتاب بوستيل رغم انها برونيترز وتظبط مين؟ شوف الكف عامله ازاي؟ كف ده بالانس بورد معينه اسمها ستاندنج باي ميكانيكال انكل بلاك فور. التصميم بتاعها انا وصلت له بس لسه ما عنديش وقت اصنعها. ان انت بتبدا بتربط شايف المسامير دي كل مسمار ده بتربط تربط مسمار وتربط نص كوره. النص كوره دي بتغير الزاويه فاسمها بالانس بورد. كل شويه الزاويه اللي هو قدام هنا بالشكل ده وبيجي لاتر يبقى الويت بيتغير. انت بتغير مركز الثقل والبيس بتاعك. يعني تحط الكوره نص الكورة المركز تبقى هنا كده تعمل التريك بتاعك هو بتشيل من بره تاخد لورا بيطلع لقدام اكتر ويرجع ورا اقل تطلع بيه قدام وتروح بلانتر اقل ويرجع بص ايه اكتر. تبدا تلعب بالمركز نص الكورة تحت في سطح البالانس بورد يغير لك الزاوية حسب الرينج اللي انت عايزه اكتر من التاني. اسمها بايو ميكانيكال انتي بلاك فور سيستم. وقف على البنش فوق اطلع اسمعني. قلنا عيان الانكل سبرين دايما انزل يا محمود اهو. عيان الانكل سبرين دايما ايه؟ سوباينيشن سوباينيشن اكسترنال اكسترنال فليكشن ادكتور انترنال. فبتقول هيب فليكشن عشان تظبط الانترنال وتقدر بتوع مين؟ الهيب. يعني هو رايح كده فزود السوباينيشن لما تظبط الانترنال وتقدر في مرض هتاخد الانترنال وتشيل مين؟ في التيبيا تعمل برونيشنز تزود الكوس فليكشن.
فاهمين يا جماعة أنا بقى extension تبني على السين أو السين دور فاجع على السين دور يعني مش إحنا بس توقف standing بس يا عمر أنت بتصير الأول توقف على كرة تعمل هاند سايد هي التمرين الهاب بول تعمل فانكشن تريننج توقف على دي الاتيك تبدأ الشرع الثانية وانت واقف على تشيك سنجل ليبس اند بول وبعد جراوند اكشن فورس عشان تعمل بروبريسبشن تريننج بروبريسبتيف اهم حاجه في الريبيتيشن بتاع الانكل سبرين تيرتو سبورت انت ارجع العيان كومبليت ريس مفيش بين مفيش انفلوجن يقدر يران من غير اي مشكله يعمل كومبليت كل حاجه نورمال ساعتها يقدر يعمل مين العيان بقى الاسباب اللي تعمل لك ريزيستنت انكل بين يعني انت عيان انكل سبرين او عيان انكل ديس اوردر او انفيرجن انجل وعنده بين حاجه من ثلاثه حاجه من سبعه واحد ان ادفك الهابيتيشن ما عادش التاهيل بتاعه الصح اثنين اوست كوندرال فاكشرز عشان تطلب ام ار اي متاكد تلاقي المنظر بتاع الام ار اي اللي شفناه ديستروكيشن زبونيه تندر وده من الاول المفروض يتلاقي كرونيك سينوفايسز اند ريكرنت سينوفايسز واللي عم تحسنش وعمال يتحمل قبل المعاد او حملت زياده على غير المعتاد فحصل كده ساينس ترسايس سندروم هنتيجي بصير الانكل امبانجمنت زي ما في شولدر امبانجمنت في انكل امبانجمنت المفروض محطه الكلام ده جاهزه بس مفيش وقت لو عندكم وقت قولوا المره الجايه لو تحبوا يعني خلاص طلعوا جاهز دي اسباب اللي ممكن تخليك لا يعني يبقى عنده مين؟ فين؟ ايه الكلام ده كله؟ الايفيدنس بقى مين الافضل؟ الاكسرسايز اللي احنا بنعملها لعين الانكل سبين عباره عن مين؟ انفيرجن تو ريستور رينج اوف موشن سبرينسنج اند سوماتو سنسري اللي هو الفورم سيبتو تريننج معظم الانواع بتاعت التمارين عباره عن بتجيب ريكفري اسرع وتخلي العين اسرع في الريتيرن. العين يعمل تمارين مع نفسه ولا يعمل جلسات اللي مفيش فرق بين الاثنين ولكن السوبرفايزر افضل من مين؟ كالعادة. ممكن نستخدم نيوترو فيزيكال ايجنت تريتمنت اوف انكل سبرين في نيت ايفيدنس. خد بقى المفاجأة. الترا ساوند از نوت افكتيف اند شود نوت بي يوز ان ذا تريتمنت اوف انكل سبرين. ولو فتحت الابتا جايد لاين 2020 انجل سبرين هتلاقي الكلام ده مكتوب والحاجه الوحيده اللي كان نازلها في الحلقه الدكتور احمد حفني ان هو دراي نيدلينج مع الانجل سبرين عشان البين وده ليتنسي اكس وده كوم يعني عليها البين طالما سي عليها البين الانجل سبرين الاعلى اكسرسايز 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 سوماتو سينس يليها اديوكيشن اكسرسايز يليها بروبسيبت تريننج هو ده الكلام وبعد كده تظبط اللور ليب كاريتيشن كنترول ده الاساس في التكنيك بتاع الانكل سبرين وده اللي انا هتكلم منها او اللي انا كاتب منه الشغل بتاعك لو انت عاوز تقرا اللي مكتوب ارجع لده ده تقريبا حوالي 600 ورقه او 400